بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. ما زلنا مع فيديوهات الاشتقاقية. في هذا الفيديو الثاني بإذن الله راح نتعرف على مماس منحنى دالة لا تونجونت ا اون كورب. اف دالة معرفة على مجال اي من ار، وليكن سي تمثيلها البياني في معلم او اي جي. ماذا تقول الخاصية؟ إذا قابلت F الاشتقاق عند A فإن C أي المنحنى يقبل، يعني إذا F هذه قبلت الاشتقاق عند النقطة هذه، هذا المنحنى C يقبل عند النقطة ذات الإحداثية، أي سميناها A ولا B ولا C كيمتها. A F لـ A مماس T، سميناه T على جال الكلمة الفرنسية طونجونت. طونجونت ولا نرمزو له منين ذاك دي، ولا نرمزو له دالتا، ولا كيما بصح معامل ماماستي معامل توجيهه اف فتحه، اف فتحه نسيت فتحه هنا، اف فتحه ل ا، ومعادلته هي امامك اللي هي ايكغيك تساوي اف فتحه ل ا في اكس ناقص ا زائد اف ل ا. منين ذاك تصيبها مكتوبه اف فتحه ل اكس صفر، منين ذاك يكتبوا اف فتحه ل اكس صفر هكذا، يعني في مكان الا يديروا اكس صفر، يعني لاشتها ايكغيك تساوي اف فتحه ل اكس صفر في اكس ناقص اكس صفر زائد اف ل اكس صفر، نفس الشيء صح. ها هو التمثيل البياني امامك. ها هو سي اف منحنى الداله بالاسود، ها هي الفاصله ا، وهي الترتيب اف ل ا على محور التراتب، وها هو المماس تي. هذا هو المماس تي ذو المعادله او ذا المعادله y تساوي اف فتحه ل ا اكس في اكس ناقص ا زائد اف ل ا. عندي كذلك ملاحظه صغيره. كنا من قبل قلنا اننا نمثل الداله، اللي هي اف لاكس مشتقاتها نمثلها اف فتحه لاكس، اف فتحه لاكس. يمكن كتابه هذه اف فتحه لاكس على الشكل هذا، اي تساوي دي اف على دي اكس، وهذا ما قمنا بشرحه في احد فيديوهات العلوم الفيزيائيه، يعني في الوحده الاولى. هذه الكتابة، وش نسميها؟ هذه الكتابة تسمى الكتابة التفاضلية لأف فتحة، تسمى الكتابة التفاضلية لأف فتحة، ونستعملها كثيرا في العلوم الفيزيائية. نحاول مع بعض حل هذا التمرين اللي جاء في الكتاب المدرسي، أي التمرين رقم 3 الصفحة 58 من الكتاب المدرسي. قال لك اف دالة قابلة للاشتقاق عند ناقص واحد، يعني ا يساوي ماذا؟ ناقص واحد صح. هاي يعني ا، واش قلنا ا هنا باش نوظفوا المعطيات، تساوي ناقص واحد، حيث اف فتحة لناقص واحد تساوي ماذا؟ تساوي اثنان. علما أن المنحنى الممثل في معلم للدالة F يمر بالنقطة A ذات الإحداثيات ناقص واحد وناقص ثلاثة، المطلوب منك أو منكم أعزائي الطلبة كتابة معادلة لمماس هذا المنحنى عند النقطة A. هيا حلوا التمرين، حاولوا تجتهدوا، ديروا بوز، وقفوا الفيديو، حلوا التمرين ومن بعد صحوا معايا صح. نجو نوظفوا المعطيات. أعطوا لنا تساوي ناقص واحد، واش قالوا لنا؟ قالوا لنا يا سيدي تي ولا دالتا ولا اكتب كيما تحب، تي مماس لسي اف، مماس لسي اف أي منحنى الدالة اف عند، ماذا؟ عند النقطة ا ذات الإحداثية ا واف ل ا، هذا هو شفنا في الدرس صح. كي نقول تي مماس لي سي اف عند النقطة ا ذات الإحداثيات كذا، معامل توجيهه، معامل يعني هذا واش تعلمت في الدرس، معامل توجيهه هو ماذا؟ هو اف
فتحة لي أ أو كما قلت لكم إكس صفر. ماذا يعني هذا؟ هذا معناه أن معادلة تاعو تاع الماماستي تساوي ماذا؟ إكراك تساوي أ فتحة لأ في إكس ناقص أ زائد أف لأ. هذا واش تعلمنا في الدرس، هكا فسر التمرين صح. نأتي الآن نكتب معادلة المماس للمنحنى عند النقطة أ كما طلبوا مني. معادلة المماس للمنحنى عند النقطة أ صح. إذا قلنا باللي حسب واش درت هنا، يعني تي هو المماس عند ماذا؟ عند النقطة أ، أم عطينا لذات الإحداثيات ناقص واحد وناقص ثلاثة، حيث أ يساوي ناقص واحد، أف لي أ تساوي ناقص ثلاثة. وش يعني هذا؟ هذا معناه أن أ كما قلت تساوي ناقص واحد، وأف لي أ تساوي ناقص ثلاثة. لحد الآن رانا رايحين حبه صح. إذن إجراك واش تساوي؟ تساوي أف فتحة لي ناقص واحد في إكس ناقص ناقص أ، يعني ناقص ناقص واحد تولينا زائد الواحد، في زائد أف لي ناقص الواحد. إذن قلنا لدينا اف اف لناقص اف فتحة لناقص الواحد تساوي الاثنان، ان هاي وراي طوالنا اف فتحة لناقص واحد تساوي الاثنان. هاي لو بقات لنا اف لناقص واحد، اف لناقص واحد واش تساوي؟ هي اف لي أ، أف لي ناقص واحد تساوي ناقص ثلاثة، تساوي ماذا؟ ناقص ثلاثة. إذن إكراك تساوي أف فتحة لناقص واحد اللي هي الإثنان في إكس زائد الواحد زائد يعني أف لناقص واحد يعني نكتبو ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة. ومنه أخيرا نقدر نكتب المعادلة التالي التاعي، معادلة المماس تي أو دلتا أو دي كما تحب سميه، إجراك تساوي 2 إكس وبعد الإثنان والناقص ثلاثة لأن نضرب ما بداخل القوس تولينا ناقص واحد. ها هي معادلة المماس للمنحنى سي أف عند النقطة أ. لازم لك تفرق بين الفاصلة أ والنقطة أ ذات الإحداثيات أ وأف لي أ. عندنا كذلك المثال التالي، أف لي إكس تساوي إكس ناقص إثنان على إكس زائد واحد. لاحظوا أن هنا الدالة معرفة على الدالة معرفة على أي مجال تعريف التحدي أف يساوي آر معدا الناقص واحد اللي هو قيمة ممنوعة كما تلاحظون هنا في المقام صح. إذن هي قابلة للاشتقاق عند الصفر، قابلة للاشتقاق عند الصفر، وآف فتحة للصفر تساوي ماذا؟ لو جينا درنا الاشتقاق تاع دال نعرفوا باللي كي تكون عندنا U على V، U على V كنا شفنا السنة الماضية وسنراها في الجدول في الدروس القادمة إن شاء الله. الاشتقاق تاعها هي ماذا؟ هي U فتحة V ناقص U V فتحة على V مربع. إذن
اشتقاق تاع اف فتحه لاكس يساوي ماذا؟ يساوي اي اشتقاق البسط يعني هو واحد في المقام في اكس زائد واحد ناقص اشتقاق او اشتقاق المقام في البسط يعني واحد في اكس ناقص الاثنان على المقام مربع اكس زائد واحد مربع. اذن واش تولينا؟ تولينا اكس زائد الواحد ناقص الاكس زائد الاثنان على اكس زائد الواحد مربع. يعني هنا تولينا الاكس تروح مع الاكس. اذن واش تولينا؟ تولينا تساوي ثلاثة على اكس زائد الواحد مربع. يعني هذه اف فتحة لاكس. لو جينا وعوضناها بالصفر اف فتحة للصفر، اذا نضع الصفر هنا واش تولينا؟ تولينا ثلاثة على الواحد، اذا تساوي ماذا؟ تساوي ثلاثة. اذا اف فتحة لصفر تساوي ثلاثة. نبحو هذه واش كتبناها هو مسودة صح. خلينا في المثال التالي. اذا هنا المنحنى سي الممثل لهذه الدالة يقبل مماسا في النقطة ما. المنحنى سي، المنحنى سي أو سي اف كما تحب ممثل للدالة اف، الممثل للدالة اف يقبل مماسا في النقطة A ذات الإحداثيات A و F ل A هكذا. إذن يعني F ل A أي F لصفر، A يساوي الصفر، ها هي عندك قابلة الاشتقاق عند الصفر، F يساوي الصفر. إذن ال A وشن هي؟ ال A هي الصفر، نكتب في مكانها صفر. بقات لنا اف ل ا، يعني اف لصفر اي تساوي ها هي. لو جينا بالاحرى عفوا تكون هنا احسن، لاحظ اف لصفر ها هو صفر ها هو صفر، واش تولي لي؟ تولي لي ناقص اثنان على الواحد، يعني اف لصفر تساوي ناقص اثنان. اف لصفر تساوي ناقص اثنان، اذا نحي هذه منها هكذا وتولي لنا ناقص الاثنان. اذا المنحنى سي الممثل للداله اف يقبل مماسا في النقطه ا ذات الاحداثيات صفر وناقص اثنان، ومعامل توجيهه، ومعامل توجيهه هو اف لصفر اف فتحه ل ا يعني يساوي ثلاثة، ومعامل توجيهه هو ثلاثة. إذن معادلة المماس، معادلة المماس اللي هي إجرك تساوي أف فتحة لصفر في إكس ناقص الصفر زائد أف لصفر. إذن تساوينا إجرك تساوي أف فتحة لصفر صرنا يساوي ثلاثة في إكس ناقص الصفر في أو زائد أف لصفر اللي هي ناقص الإثنان زائد ناقص الإثنان. ومنه نستطيع كتابة معادلة المماس تي إجرك تساوي عندنا ثلاثة إكس، ثلاثة إكس وهنا ناقص الإثنان. ها هي معادلة المماس في المثال هذا. لدينا كذلك التمرين التالي F لإكس تساوي إكس مكعب. المطلوب منا دراسة قابلية اشتقاق الدالة F عند العدد إثنان وتحديد معادلة المماس للمنحنى سي F عند النقطة ذات الفاصلة إثنان. إذن هنا نستعمل النهايات التالية أي النسبة التالية، نهاية النسبة التالية limit f لx ناقص f
لاثنان، لانه قال لك ادرس قابليه اشتقاق اف عند اثنان، ها على ماذا؟ على اكس ناقص الاثنان لما اكس تؤول الى الاثنان تساوي ماذا؟ اف لاكس اي ليميت لما اكس تؤول الى الاثنان، اف لاكس اللي هي اكس مكعب، واف لاثنان اللي هي في مكان اكس مكعب نديرو اثنان اس ثلاثة، على ماذا؟ على اكس ناقص اثنان، على اكس ناقص الاثنان. لاحظ هنا ماذا لدينا هنا؟ عندنا راهي متطابقة صغيرة على شكل ا مكعب ناقص ب مكعب، صح؟ واش تقول المتطابقة هذه؟ ا مكعب ناقص ب مكعب تساوي ا ناقص الب في أ مربع زائد أ ب زائد ب مربع، صح؟ إذا تولينا ليميت لما إكس يؤول إلى الإثنان، هذه أ مكعب ناقص ب مكعب رجعها كما هذه، يعني تولينا إكس ناقص الإثنان في إكس مربع زائد اثنان اكس زائد اثنان مربع يعني زائد اربعة على اكس ناقص الاثنان. لاحظ اكس ناقص اثنان تروح مع اكس ناقص اثنان، واش تصبح لنا؟ تساوي ليميت لما اكس يؤول الى الاثنان اكس مربع زائد اثنان اكس زائد ال أربعة. عوض الاثنان هنا في مكان الإكس، ها اثنان مربع زائد اثنان في اثنان، يعني تولي لنا ربعة زائد ربعة زائد أربعة، صح؟ إذن واش تولي لنا؟ تساوي ماذا؟ تساوي 12. إذن واش نقول هنا؟ إذن اف لازم ماشي دير النتيجة هكذا برك، لازم تجاوب ثاني تقول له تشرح له. إذن اف قابلة للاشتقاق في أو عند اثنان، و اف فتحة لاثنان تساوي 12. الآن هذا جاوبنا على الشطر الأول تاع السؤال، مازال السؤال الثاني، وحدد معادلة المماس للمنحني اف عند النقطة ذات الفاصلة اثنان. إذن الآن نقوم بتحديد معادلة المماس. إذن معادلة المماس أنا سميته تي على التونجونت هي ماذا؟ يعني عندنا إيكغراك تساوي اف فتحة لإثنان في إكس ناقص الإثنان زائد اف للإثنان، صح؟ إذن إيكغراك تساوي اف فتحة لإثنان صبناها 12 في إكس ناقص الإثنان زائد اف لإثنان، اف لإثنان هي إثنان مكعب يعني تولي لنا 8 زائد 8. إذن وأخيرا نكتب معادلة المماس تساوي 12x من بعد عندنا ناقص 24 زائد 8 تولينا ناقص 16. ها هي معادلة المماس. الآن أعزائي الطلبة أختم الفيديو بهذه الملاحظات، أو تقدر تقول أنها خلاصة ما جاء في الفيديو الأول والفيديو هذا. إذن واش شفنا؟ شفنا أن أعزائي الطلبة أن القول القول أن آل اللي هو عدد حقيقي هو العدد المشتق، هو العدد المشتق للدالة اف للدالة اف عند أ. كي نقول باللي ال هو العدد المشتق عند للدالة اف عند ا، واش نعني هذا؟ يعني تحقق الشرطين التاليين، يعني تحقق
الشرطين التاليين. صح، عندنا الشرط الأول اللي هو الدالة اللي هي على الشكل X، يعني تلفق بكل عدد حقيقي، F ل A زائد H ناقص F ل A على H. هاته الدالة، لأن لاحظ شفنا باللي لما ندرس نهاية الدالة هذه دائما نكتب ليميت وآش تؤول إلى الصفر، يعني لها هاته الدالة لها نهاية، يعني هذا لما نقول أن آل هو العدد المشتق للدالة أف عند أ، وهذا لما يتحقق أحد الشرطين، الشرط الأول عندما نستعمل هاته الدالة، هاته الدالة لها نهاية آل عند الصفر، عند الصفر. أما الشرط الثاني، هاته الدالة أو النسبة x، يعني f ل x ناقص f ل a على x ناقص a. هذه لما شفنا في الفيديو الأول لما نحسب النهاية ليميت نقول لما x تؤول إلى a هكذا، صح. إذن نقول أنها أو لها نهاية L عند A، عند A هكذا. أما القول أن F تقبل الاشتقاق، ثانيا القول أن F تقبل الاشتقاق على مجال، على مجال اي، وش يعني هذا؟ يعني ان اف، يعني ان اف تقبل الاشتقاق عند كل عدد حقيقي اكس من اي، تقبل الاشتقاق عند كل عدد إكس، عدد حقيقي إكس من إي. يعني لما نقول أن هذا الدالة تقبل الاشتقاق على المجال هذا إي، يعني تقبل الاشتقاق عند كل عدد حقيقي إكس من إي، صح. كذلك عندي لما نكتب ليميت النسبة تالية F لX ناقص F لA على X ناقص A لما X يؤول إلى الأ، هنا يخرج عندي حالتين، هنا يكون عندي حالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية، صح. الحالة الأولى يظهر عندي، يعني النتيجة تكون عدد آل، عدد ديرها بالأحمر باش تبان، يكون عندي النتيجة عدد حقيقي آل، وهنا النتيجة تكون عندي ناقص أو زائد لا نهاية. إذن هنا في الحالة الأولى لما يكون عندي عدد L، هنا F قابلة للاشتقاق عند A، هنا F قابلة للاشتقاق عند A. أما هنا F ليست قابلة للاشتقاق عند A، قابلة للاشتقاق عند A. هنايا F قابلة للاشتقاق عند A، عددها المشتق
هو اف فتحة لأ، حيث اف فتحة لأ يساوي ال يساوي ال. نشوفوا مثال، مثال هكا توضيح. مثلا لو قلت لك، مثال لو قلت لك الدالة اف لإكس تساوي الدالة جذر، جذر تربيع صح، و ا يساوي الناقص واحد صح. هنا مجال تعريف تاع الدالة هذه هو دي اف يساوي اي من الصفر الى زائد لا نهاية. هل هذا الناقص واحد ينتمي للمجال هذا؟ خم، لا ينتمي للمجال هذا. لماذا؟ إذن واش نقول هنا؟ أن F غير قابلة للاستقاق عند ناقص واحد. F غير قابلة للاستقاق عند ناقص واحد. لماذا؟ لأن بكل بساطة أن هذا الناقص واحد لا ينتمي إلى DF. هذا مك. عندي كذلك بعض الملاحظات اللي هي مهمة ولازم تدونوها. عندي الملاحظة الأولى، إذا كان العدد المشتق F فتحة لA يساوي L أي عدد حقيقي، هنا المماس T يوازي المستقيم ذا المعادلة Y تساوي AX بلس B، فإن المماس تي يوازي المستقيم ذا المعادلة إجراك تساوي A X بلس B. الملاحظة الثانية، إذا كان العدد المشتق F فتحة لأ يساوي الصفر، وجدناه يساوي الصفر، هنا المماس T يوازي حامل محور الفواصل يعني أفقي، فإن المماس T يوازي حامل محور الفواصل، وهذا راح نشوفهم كامل في التمرين. انتم كتبوهم عندكم دونهم، عندما نتلاقى بهم في التمرين نقول لك ها واش قلت لك في الفيديو الثاني. الملاحظة الثالثة، إذا كانت النهاية التالية أي limit f لx ناقص f لa على x ناقص الأ لما إكس يؤول إلى الأ تساوي ناقص أو زائد لا نهاية كما كنت قلت سابق. إذن كنا قلنا في المخطط اللي درته قبل هذه أن F غير قابلة للاستقاق، هنا F غير قابلة للاستقاق، غير قابلة للاستقاق عند A صح. إذن هنا المماس يوازي حامل محور التراتيب، فإن المماس تي يوازي حامل محور التراتيب، حامل محور التراتيب يعني يكون عمودي. معادلته أي إكس تساوي A ويشمل النقطة ذات A ولا سميها G ولا B كما تحب، ذات الإحداثيات A وF لA هك. الحالة الثالثة أو الرابعة، ملاحظة الرابعة، إذا كان F فتحة لA يساوي ماذا؟
يساوي ناقص واحد على ال، يساوي ناقص واحد على ال. هنا المماس يعامد المستقيم، فإن المماس تي يعامد، عفوا جيت نسق ما خلطتها، يعامد المستقيم ذا المعادلة، معادلة إجرك يساوي أكس بلس بي. يعني هذه كانت ملاحظات فقط ودونوا عندكم، وإن شاء الله لما نأتي إلى حلول التمارين أو البكالوريات السابقة سنتطرق أو نعود نرجع بإذن الله إلى كامل هذه الملاحظات. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.